12 ساعة هي المهلة المحددة من اللجنة الأمنية لطرفي النزاع في همدان لإخلاء مواقعهم، وقد انقضت دون أن يلتزم الطرفان بإخلاء المواقع من المسلحين، في مؤشر لاستمرار عوادم الأمن والاستقرار. ولا زال يعني بعض الأطراف يتلكؤ عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإن شاء الله نتمنى أن يرحلوا في أقرب فرصة وأن تعود الأمن والاستقرار إلى همدان. قرار اللجنة الأمنية قضى بإنهاء المظاهر المسلحة ورفع المتارس ونقاط التفتيش غير القانونية، وكان يفترض بطرفي النزاع الانصياع والرضوخ لإحلال الأمن والاستقرار، لكن الواقع أثبت غير ذلك. الاتفاق ملزم للطرفين، وعندما يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل سوف يتم سحب جميع الأطراف ولا داعي حتى القوة العسكرية كبيرة، بينما القوة العسكرية التي نشرناها أمس كانت كافية في المناطق السابقة، وإذا احتاجنا تدخل لقوة عسكرية في أي مكان فالدولة موجودة والتدخل العسكري سوف يتم. ورغم سعي اللجنة المكلفة لإزالة التوتر بين طرفي النزاع، إلا أن العناصر المسلحة التابعة لجماعة الإخوان ممثلة في مسلحي تجمع الإصلاح لا تزال متمركزة في مناطق جبل الحمراء والحطاب، فيما جماعة الحوثي تفرض نقاطها في السرم والرقة، وهذا ما يعقد الوضع في همدان ويجعل مهمة اللجنة أكثر صعوبة، وينذر بصدام جديد في أي وقت ما أن تتوافر الشرارة الأولى. ما وعدنا به الأخ وزير الدفاع أنه بعد هذه الجولة وبعد النزول إلى هنا أنا والأخ وكيل المحافظ الأخ علي الغشمي سيرفع له التقرير وستحل القوة إن شاء الله ما تحل محل هذه الرتب والنقاط المستحدثة. مراقبون يرون أن نشر نقاط أمنية وعسكرية بات حاجة ملحة لا سيما في مناطق التماس لمنع تجدد المواجهات وإحلال الأمن المفقود وتحقيق تطلعات المواطنين في استعادة السكينة والاستقرار وأمالهم في بسط سلطة دولة المدنية الحديثة وسيادة القانون على الجميع. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم.